عايزين نعمل اختراعات زي دي، عربيات تطير. ممكن دي النقطة اللي بين العرب وبين الغرب. نفسي أشوف ده في مصر، في الدول العربية، في الدول الإسلامية. وبلاش الكلام اللي ودانا في داهية، ونص القنوات اللي موجودة دي حسابها يوم الدين هيبقى عسير، وخصوصا اللي حاطط الهلال وبيقول الله أكبر وبيبس السموم. مش عاوزين ده دلوقتي، احنا عاوزين حاجة واحدة، العلم، ونحارب الجهل والفقر والمرض. تعالوا نشوف الاختراع ده ممكن نشوفه في بلادنا ولا لا، انتوا اللي هتقولوا. وهو ده افتحوا الآفاق وخلوا الناس تحلم ببكرة اللي جاي بالعلم بالنور. مش عاوزين تخلف. وهنا من البرنامج ده مع أهل بلدي بنحط إيدينا في إيدين بعض.